نفس، يلا تعالي تعالي. طاهر بعرف قلبك قوي بس مو لهالدرجة. هلأ رجال فيدات بيلقطوني وما عاد فيك تبادلني بأخوك. أصلاً خطتي مو أني بادل بيناتكن. لك أنت ليش ما عم تفهمني؟ ما في أمل بنوب. قلك شغلة عن أهل البحر الأسود؟ قول تفضل، مبين ولا على بالك. نحن لما منفقد الأمل منبلش بالعناد. يلا ايه، وبالمناسبة لا تطلعي فيي هيك، بيفرط قلبي. أنا دائماً كنت قلت لها تدخل بس ما بدي. هايدي 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 فيرا، هايدي 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 فيرا، هايدي 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 فيرا. أنا ما عم صدق، كان يجيب طبل كمان. إذا رجال فيدات ما شافونا خليه يجيب مايكروفون وينادلهم ليمسكونا. نفس، على فكرة أنت اليوم كتير حكيتي، والله مللتيني، امشي. أنت عن جد ما فيك مخ، بس يمسكونا لنشوف إذا رح تمل بوقتها. إن الرقم المطلوب غير متوفر حالياً. إيدك هاتو بلا ما تجرح حالك. طلع طاهر معه حق والله، قال رح تستنونا على باب المشفى لأنه نفس جاي لهون، فقبل ما تصيدونا منصيدكن نحنا. بزنتك مالو زكي. عندك ظريفة المفاجأة مو هيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا تحرك انت وياه بسرعة. انتوا بلشوا بالاجراءات وبرجع لكم. طاهر لوين؟ جوعان شبك، بدي اكل. الصبح ما فطرتونا، ما في غير حبوب منومه. ماني قدراني اتنفس من خوفي وهو رايح ياكل. قال كلهم هيك بالعيله، مصطفى كل يوم قبل ما ينام بياكل له شي رغيف كامل لحتى يشبع، واذا حكيت بيقول لي الدب ما بيقدر ينام اذا جوعان وبياكل. هو يرجع لي وكل ليلة رح طعمي رغيفين بدل رغيف. انت مقتنعة رح يرجع لكم؟ يعني مقتنعة انه طاهر رح يقدر يرجعه؟ انا مستحيل ياس. طاهر قال لي قبل شوي نحنا لما منفقد الامل منبلش بالعناد. هو هيك قال لك؟ هالجملة كتير حلوة، عن جد حبيتها. يعطيكم العافية. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.